سبحان من خلى هوى القلب حايل، دار المروة والكرم والحمايل. ولو تكلمت للأبد كلامي ما يوفي أهلها وجبالها وصحاريها وأكيد أكلها. ومن فين أبدأ الوصف ومن فين أنتهي؟ ولكن كبيبة حايل عالم تاني، نكهة وشكل وريحة وفن. أخيراً جيت حايل وراح أتعرف على قصة ورق العنب اللي صارت رمز لأطباق المنطقة. نبدأ بالضيافة بعدين نبدأ بالطبق. والله أنتوا أهل الكرم. يا الله الضيافة حبيبتي، الله يسعدكم. أهلاً وسهلاً. الله يا سلام. ضيافة فوائد، بسم الله. هذا الرز، هذا التمر، هنا ينشر اللي هو الفلفل. أي الفلفل الذي هذا يعني بس الأحمر. الحين باقي لنا البصل. البصل البصل يعطي طعم ويعطي الرز، يخليه ترتاح. طيب هذه هي الحشوة خلاص؟ هذه الحشوة ولا شيء ثاني ولا؟ خلاص، قاعدة اللحم بعدين البصل الفلفل. الله، هذا سمدي حرارة زيادة. الله شكله يعني فلفل. هالحين قاعدة، الحين نلف الكبيرة. أوكي. البصل والتمن ده نلاقيك. أشوف يلا نقول هذه ما يكون الرز مليان مرة عشان ياخذ راحته بالطبخ. تصفيد هنسميه، تبقيش. تبقيش الحين يا الغلى البهارات. لازم تكون الماء تصافية. خلاص الحين نحط على النار ساعتين، كل نص ساعة ثلث ساعة نشيك عليها. إذا نزلت الماء نسوي الماء، نزل نزيد. الله الله الله، ما شاء الله. انا لازم تفضلي احسن وقت اجرب. شكلها رائع، هاني الحبات كلها نفس المقاس ما شاء الله. وشوفي قلبه على نفس الوجه، شكلها حلو. أيوه. طيب ممكن ندوق؟ يلا بسم الله. مو حار مره يعني هذا صراحه. جيبي تاكلي اكله تاكليها من اهلها. هاني وعافيه، هاني وعافيه فعلا. أنا أهلها ولا بلاش. يلا محييك هاني وعافية. نزلت السوق عشان نجيب مكونات وصفتنا اليوم. واستمتعت جدا بأجواء السوق واختيار اللوازم بنفسي. هذه حايل لوحة فنية وسط المملكة، فن بالعادات، فن بالتراث. أكيد ما حنسى رحلتي لحايل اللي رجعت منها بمكونات أطيب ولذ وأحلى كبيبة حايل. أول شيء حنفرم البصل ناعم. قطعنا البصل دحين. أول شيء نبغى نسوي في بولة، نبغى نحط البهارات مع شوية زيت ونبغى نضيفها شوية شوية. نحط شوية كمون، كركم، طبعاً أهم مكون صرار حايل هذا. حنحط ملح وفلفل وشوية زيت كده. بهارات صارت جاهزة، البصل عليها. الحين حقطع الطماطم كده. صارت خضرواتنا جاهزة، الحين حنقلبها ونضيف الرز التمن ونبدأ نحشي. أول شيء نقلب الخضار مع التتبيلة. ضيف رز التمن، وهذه الخلطة صارت جاهزة. هخليها تقعد شوية كده على جنب تاخد كل نكهات البهارات قبل ما اسوي التشريبة. هنحط على البارد أول شيء الصلصة، نحط الموية، هنحط شوية زيت. هنحضر القدر حق الكبيبة. أول شيء هنحط شرايح اللحم الريش، طبعا هذه بعد ما تستوي حتدوب في الفم. دحين هنحط الخضروات، بصل، دحين طماطم. دحين آخر شيء هنحط الفليفلة، هنقطعها على شرايح. بس الفليفلة حتى الألوان صارت مرة صراحة كلها تفتح نفسه شهية. سوينا رصة جاهزة، باقي كبيبة حايل حنلفها دحين. أول شيء حناخد الورق العنب، طبعا هذا يعني المكون الأساسي. هنحط الناحية الخشنة من جوا الحشوة. فأول شيء هنحط الكمية هذه، شوفوا كيف ناخد بالناحية هذه. طبعا لازم الطرف يكون بعيد شوية عنه بالطريقة هذه، بالمايل. أول واحد
هذه اثنين، وتشدوا شوي عليها عشان ايش ما تنفك. ثلاثة، وهذه اخر حبة كبيبة رصيناها كلها في القدر مع الريش والخضار. باقي شوية رز، طريقة اهل حائل يحطوا الرز الباقي فوق الكبيبة، حنحط عليها الورق، بعدين حنحط التقال عليها ونحط التشريبة. التشريبة زي ما يقولوا نسقيها شوية شوية ونخلي عيننا عليها، كل ما تتقل كل ما تبدأ تنشف يزيد من التشريبة لين ما تستوي، تقريبا ساعة ساعة ونص نضيف التشريبة كده. طبعا التقال نحطها عشان ما تطلع لفوق وتصير متماسكة. خلينا نشوف كيف حتطلع معانا، بس سموا معايا بالرحمن وإن شاء الله. وعد لو ما زبطت دور وشكم عادي مو مشكلة. ريحة البهارات تحفة تحفة تحفة. نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا معايا سموا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. زبطت. يا سلام يا سلام يا سلام. مستعدين؟ واحد، اثنين. يا سلام، بيرفكت، وأحلى كبيبة حايل. صحة وعافية عليكم.